مشاهدينا صباح الخير وين ما كنتوا عم بتتابعونا، نحن وياكم دايما على الموعد يوميا بتمام الساعة 9 لنحاول قدر المستطاع نضوي على لبنان بجزءه الحلو، لبنان بجزء اللي فعلا مازال مستمر على الرغم من كل الصعوبات وكل المشاكل اللي عم نمرق فيها جميعا. بكل احوال بظل كل هيدي الازمات في بعض الناس اللي بركي هيك بتكون داون او نفسيتها تعبانه، حاسه بالخوف دايما او فاقد كثير من نشاطها ومن حيويتها، كلهم ناس نحن بنحبهم بنشاطهم بحيويتهم باندفاعهم اللي تعودنا عليه، مهما كانت الظروف صعبه بنعرف انه اللي جاي من الايام باذن الله اكيد رح يكون افضل بكثير. نحن وياكم على لليوم رح نتعرف على مجموعه من المواضيع المتعدده، مجموعه من الانشطه رح نتعرف على تفاصيلها ضمن حلقتنا اللي رح اترافق فيها انا وزميلتي بيا مخول. ضمن لقاءاتنا لليوم نورة المرعبي مديره قطاع تكنولوجيا التربيه بجمعيه سند لبنان بتنضم لنا لحتى نحكي عن التسرب المدرسي وكيف عم تتسع مساحته خلال هذه الفتره وخلال الازمات بشكل عام. ايضا من القطاع التربوي نحن وياكم نروح الى القطاع الصحي اللي فعلا عم بيعاني بشكل جدا جدا كبير. لليوم رح نتعرف على حملة جديدة عم بيطلقها مركز سرطان الأطفال بلبنان، هذا المركز اللي هو سند لمجموعة كبيرة من الأطفال المصابين بالسرطان، اليوم دورنا أن نكون إلى جانب هذا المركز بكل حملة عم بيقدمها. علي جعفر منسق تنفيذي لتبرعات مركز سرطان الأطفال بينضم لنا حتى نحكي عن كل تفاصيل الحملة الجديدة. أيضا إلى الإذاعة اللبنانية لليوم أستاذ محمد غريب بينضم لنا وهو طبعا مدير الإذاعة اللبنانية لحتى نحكي عن الجائزة الجديدة اللي نالتها الإذاعة من تونس تحديدا. وضمن لقاءاتنا لليوم بينضم أيضا لنا خليل مرداس لحتى نحكي عن جمعية التحديث والتطوير اللي عم بتقوم بي أو بالأحرى رح تقوم بمعرض ميلادي، نتعرف على تفاصيله أيضا ضمن لقاءاتنا لليوم. شيف نادين أسيس دايما جاهزة مع أطيب الأطباق وأشهى الأطباق تحديدا، رح نتعرف شو رح تحضر لليوم ضمن آخر فقرة بصبحيتنا. ومن الفقرات اللي أيضا تعودتوا عليها مشاهدينا أحوال الطرقات وكيف عم تكون أحوال الطرقات لليوم، ولكن قبل ما أروح إلى أحوال الطرقات لابد من التوقف من جديد مع كورونا، هذا الوباء اللي مازال مستمر وعم بيستمر على أكثر من صعيد. كانت سجلت وزارة الصحة العامة بلبنان ليوم مبارح وكان صدر عنا مجموعة الأرقام الخاصة بكورونا، وتحديدا يوم مبارح سجل 527 إصابة، 499 منهم من المقيمين بلبنان، و38 إصابة من الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وست وفيات تحديدا ليوم مبارح. الله يرحم كل اللي راحوا، وإن شاء الله هذا الوباء بيخلص وبتخلص مشاكله بيوم من الأيام ومبطل نسمع لا بناس مصابين ولا بناس عم بتوفوا بفعل كورونا. أيضا كورونا العالمي مازال مستمر، الأرقام العالمية بعكس أرقامنا المحلية إلى تصاعد وتصاعد جدا كبير، عدد الإصابات إلى تزايد وإلى ارتفاع بشكل ملحوظ بمجموعة من الدول مثل ما عم تابع أنا وياكم على الشاشة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عم تكون بصدارة الدول اللي عندها إصابات، من بعدها في مجموعة دول مثل البرازيل، الهند، بريطانيا أيضا، ومجموعة دول أوروبية أيضا عم بيكون عندها عدد إصابات كما عدد وفيات بطريقة جدا ملحوظة. بتبقى الوقاية هي الحل الأنسب من وباء كورونا، وضع الكمامة، غسل الإيدين، والتباعد الاجتماعي مثل ما دايما منقول. هذا بمخص كورونا لليوم. أما الطرقات وأحوال الطرقات، طبعا الإضراب اللي كان معلن عنه نقابات النقل المشترك اللي أعلنت عن الإضراب بعد ما اجتمعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس، تم الإعلان عن توقيف هذا الإضراب أو تأجيله، أو خليني أقول أنه اليوم تحديدا ما في إضراب بهذا الاتجاه، ولكن في تحركات كلنا سمعنا فيها رح تكون عند مدخل بيروت، يعني من جهة الشمال عند كازينو لبنان وما فوق، تضامنا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كيف هي أحوال الطرقات لليوم؟ تفاصيل أكثر بناخذها من غرفة التحكم المروري، بينضم لي المعاون الأول أستاذ سعيد الحاج. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيك. بالنسبة لحركة سير، نبلش من مدخل الشمالي، إجمالا عم نكون عنا حركة سير كثيفة على أسرات تبرجة باتجاه بيروت بسبب موكب بالمحلي، يعني ماشي باتجاه بيروت. كذلك عنا حركة كثيفة على أسرات جوني باتجاه نفق نهر الكلب، نعم، وكثيفة من جل الديب باتجاه نهر الموت وصولا حتى الدورة الكارنتينة. نعم. المدخل الجنوبي
عم تكون حركة سير كثيفة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي وصولا حتى أنفاق المطار. وأيضا عنا من خلدي باتجاه الأوزاع عم تكون حركة سير ناشطة. كذلك من تقاطع خلدي باتجاه شوي فئات مفارق بشمون عرمون عم تكون حركة سير ناشطة. أيضا عنا المدخل الشرقي عم تكون حركة سير ناشطة من الكحالي نزولا باتجاه عرية، بتكمل كثيفة باتجاه الصياد وصولا حتى الحزمية، وناشطة باتجاه الكارنتينا. يعني دون العاصمة بيروت عم تكون مازالت حركة السير اجمالا ناشطة الى طبيعية بالاثناء. بتذكر انه في عنا كذلك على اوتوستراد الشرقي باتجاه يعني نهر الكلب باتجاه معراب عنا كمان موكب باتجاه معراب مسبب نعم. على صفحتكم على تويتر حاليا قايلين قطع المسلك الغربي من اوتوستراد جوني بيروت عند نقطة نهر الكلب مقابل للجامعة. بعد ما في قطع، ما في قطع حاليا، ما في قطع سير. هيدا بالنسبة للطرقات. اما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية كانوا 7 حوادث للأسف نتج عنهم قتيل وست جرحى. اما بالنسبه لمخالفات سرعه الرادار خلال 24 ساعه الماضيه فكانت النتيجه 499 مخالفه سرعه زائده اجمالا. هذا كل شيء حتى الساعه. نعم شكرا لك المعاون الاول سعيد الحاج من التحكم المروري، يعطيكم الف عافيه دائما. ولكل المشاهدين فيكم تتابعون على صفحتهم على تويتر، طبعا تابعوا التحكم المروري على صفحتهم على تويتر لتعرفوا احوال الطرقات لحظه بلحظه. طبعا ضيوفنا صاروا جاهزين، رح نحن وياهم ننطلق بمجموعه لقاءاتنا وحواراتنا، ولكن بعد ما نروح الى الفقره الرياضيه مع ثائر حسكور. صباح الخير لكم مشاهدينا، انطلقنا بأولى فقراتنا الحوارية من برنامج أحلى صباح. بذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا ما ينسوا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، إن كان على الفيسبوك على تويتر أو عبر الإنستغرام أحلى صباح. الواقع يلي عم نعيشه بلبنان واقع مدري للأسف من جميع النواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية المعيشية، المادية والتعليمية. اليوم أطفالنا حق لألن أنهم يكتسبوا المهارات اللي هن بحاجة لها، أنهم يتعلموا، أنهم يقضوا عام دراسي جيد، ما بدي أقول جيد جدا لأنه بعرف قد ظروف صعبة بلبنان، ولكن اللي عم بيصير اليوم مؤسف جدا ومعيب، خاصة أنه طلاب المدارس بشكل عام ما عم بيقدروا يحصلوا على التعليم الدراسي المناسب، الأساتذة ما عم بيقدروا يوصلوا على المدرسة، في أزمة بالنسبة للمواصلات، أزمة كهرباء، المدارس قديه رح تقدر توقف على إجراء، قد رح تقدر تكفي، وقد الطلاب رح يقدروا ينعموا بعام دراسي جيد لهذه السنة. والتسرب المدرسي يلي عم نعاني منه بالآونة الأخيرة، خاصة أنه أغلب الأطفال عم يتركوا المدارس تيقعدوا ببيوتهم، لأنه بعض الأهل للأسف بسبب الضيقة المادية مش قادرين يتركوا أولادهم بالمدرسة. رح نحكي بالتفاصيل عن هالموضوع مع ضيفتي دكتور نورة المرعبي اللي رح نفوت معها بتفاصيل هاللقاء. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. بالبداية خلينا نعرف أول شيء التسرب المدرسي بشكل عام شو هو قبل ما نروح نحكي عن الوضع اللبناني اليوم بالنسبة للحالة العامة للعام الدراسي. صحيح. أول شيء خلينا نبلش، أنا دايما ببلش بمقارنة بالسنوات الماضية وشو عم يصير فينا، خلينا نمشي بتسلسل مشان المشاهدين يفهموا شو عم يصير بالواقع. سنتين الماضيين كانوا قاسيين، جت عنا جائحة كورونا، عنا أزمات اقتصادية صحية اجتماعية عصفت بلبنان، أدت أنه نشتغل ونعلم أونلاين وريموتلي. هيدا شيء أثر وصار عنا في هجرة كبيرة للطلاب من المدارس الخاصة للمدارس الرسمية، لأنه صار في عنا الأزمة الاقتصادية والأهالي قالوا أنه طالما أونلاين خلص ما في داعي نحطهم بمدارس خاصة، خلينا نوفر قد ما فينا ونحطهم بمدارس رسمية. وصارت هون المشاكل الكبيرة يلي بيّنت ويلي ظهرت بالتعليم الرسمي. شفنا وقلنا أنه كان في تحديات كتير كبيرة لعامين المنصرمين بعالم التربية والتعليم، يلي هي كانت يمكن أبرزها أنه القطاع أو الكادر التعليمي لم يكن مؤهل بالشكل الكافي، والمدرسين أو المعلمين بدي أقول أنه طوروا من حالهم كتير وشكرين أكيد ومجهود شخصي، وقدروا أنه يقدموا بأقصى جهود عندهم إياها المواد التعليمية وحق التلميذ أنه يوصل له ويتعلم وما كان على الأراضي اللبنانية.
كان في عنا أزمات أخرى اللي هي الإنترنت والحواسيب وغيرها، بس اكتشفنا مع جمعية سند لبنان بلقاء كان مؤخراً من حوالي أقل من شهر مع اتحاد بلديات بنت جبيلي اللي ضم 23 مدرسة بحضور دكتور ربيع بعلبكي دكتور نديم منصوري ورئيس جمعية سند لبنان، اكتشفنا أنه لا صار في تحديات كثيرة، تحديات صعبة صعب نلاقي لها حلول الا اذا عن جد كان في خطه استراتيجيه مطبقه لنقدر نحل هيدي المشاكل كلها. تصوري انه بالاضافه لكل التحديات اللي كنا عم نعاني منها صار في عنا تحديات خطره يلي هي تحديات المواصلات، يلي هي تحديات الكهرباء، يلي هي النقص بالكادر التعليمي. تخيلي معي في مدارس في مديرين مدارس عم يقولوا لي ما عندي اساتذه. الاساتذه رافضين انه يجوا على المدرسه لانه هن بمناطق بعيده. طب بتقلي كيف انا بدي اقول لهم تعوا اجبرهم يجوا هن مش قادرين. في عندك معلمين خصوصا المتعاقدين مع الدوله منهم هاجروا النخبه منهم يا راحوا على المدارس الخاصه يا اما هاجروا لبرات لبنان لانه الوضع الاقتصادي رديء جدا. طيب انا هون شو الواقع؟ شو فيني اعمل؟ في نحن لانه مجتمع لبناني بيحترم الراي الاخر ومن حقنا نسال، بدنا نسال الوزاره شو عاملين؟ ما حقهم أولادنا أنهم يتعلموا؟ شو مصير المدارس الرسمية؟ رح نضلنا مسكرين؟ أي متى رح نبدأ؟ المدارس الخاصة بديت، طب المدارس الرسمية شو؟ هيدا الواقع وهيدي التحديات كلها رح تسبب التسرب المدرسي، رح تسبب أنه في طلاب ما رح ياخذوا التعليم، رح يضلوا ببيوتهم. وين العدالة الاجتماعية؟ في أكيد أهالي كنا عم نناقش كتير أنه في أهالي قادرين يحطوا أولادهم بمدارس خاصة، بس في أهالي كمان مش قادرين ناطرين المدرسة الرسمية تتبدأ. هون صرختنا بتطلع أنه كنا عم نناشد بعدالة رقمية رشيدة، هلأ عم نرجع لورا وعم نناشد بعدالة اجتماعية وحق التعليم للجميع. يعني ما بعرف هيدا الواقع قدي رح يدوم، قدي وزارة التربية والوزير الجديد رح يقدر عن جد ياخد خطوات فاعلة وسريعة، مش بس فاعلة، سريعة وتطبق ليقدر ينقذ التعليم والقطاع الرسمي بلبنان. نعم، يعني هون مطلوب أن يكون في خطة من قبل وزير التربية والتعليم العالي حتى ننقذ الأطفال والولاد اللي مفروض يتعلموا، اللي هي وواجب علينا نحن كأهل نأمن لهم التعليم، وعلى الدولة أيضا يعني هذا حق التعلم هذا مفروغ منه مثل ما بيقولوا. في قانون بلبنان بيحمي بإلزامية أو بيقضي بإلزامية التعليم بلبنان، يعني اليوم لما يقعد طفل بلبنان مش عم يتعلم بقلب البيت مين بده يحمي هالأطفال؟ ما نحن للأسف بلبنان في عنا قوانين كتيرة، بس ما هي القوانين التي تطبق في لبنان؟ ومن يحاسب يلي ما عم يطبق القوانين؟ هم بدنا نسأل حالنا. أوكي القوانين عنا كتير، في كتير مشاريع قوانين بعدها بدروج، وفي كتير قوانين أقرت لكنها لا تطبق أو لا يوجد من يحاسب على عدم تطبيقها. نحن هون كمجتمع مدني متخصص علينا أنه نوجه ونسلط الضوء على المشاكل، ندعم مش بس نسلط الضوء على المشاكل، نعطيهم حلول ونجرب نساعدهم. يعني وزير التربية أو وزارة التربية هلا ما بعرف شو ناطرين يمكن المساعدات الخارجية. طب ما إجت مساعدات خارجية على مدى سنوات ضخمة جدا، هيديك نهار كنا عم نناقش الوضع عم نقول طب هيدا الملايين كلها، إذا نحن بدراسة جمعية سند لبنان لتجهيز وتأهيل المدارس الرسمية تبين معنا أنه المدرسة بحاجة فقط ل 200 ألف دولار تصير مدرسة نموذجية. طب نحن إذا فعلا هودي الأموال على مدى سنين عطينا لكل مدير مدرسة 200 ألف دولار لتجهيز وتأهيل هذه المدارس، ما كنا وصلنا لهون. كانت المدارس الرسمية فعلا كل واحدة منها هي مدرسة نموذجية. يعني هيدي لما نقعد كخبرة ونتحاور انه ليه الواقع وصلنا له لهون، بيبين معنا انه بسبب الهدر، بسبب اختلاس الأموال بوزارة التربية وصلنا لهون. مشان هيك نحن دايما مناشد بالحوكمة الرقمية يلي هي عبارة عن ديمقراطية رقمية وحكومة إلكترونية لنحد من الفساد، لأن كل الهبات يلي عم تجي والمساعدات اللي عم تجي خصوصا لقطاع التربية والتعليم تنحط بمطرحها وتصرف بمطرحها لنقدر نقوم بهذا القطاع. طيب برأيك اليوم شو هو دور المؤسسات التربوية المجتمعية بحماية الطفل بحقه بالتعلم يعني ومساعدته لحتى يتخطى هذه الأزمة؟ هلا الأكيد أنه الجمعيات المجتمع المدني المتخصص
برجع بشدد على كلمة متخصص، لأنه في كتير جمعيات حاليا عم تشتغل على الأراضي اللبنانية، بس يلي عم يشتغلوا فيها أكسبرتس بعالم التربية والتعليم وحقوق الطفل وحقوق المرأة هن قليل الفاعلين جديا بالموضوع. نحن دايما منناشد أنه نقدر نأمن الوسائط الضرورية للكادر التعليمي والتلاميذ ليقدروا يطلعوا. هلأ يطلعوا بال... شو هي الوسائط الضرورية للتلاميذ اللي لازم تتأمن؟ هلأ الأكيد أنه لازم يكون في عندهم شيء بين إيديهم صحيح، من تابلت أو لابتوبس أو آيبادز ليقدروا. طيب هول برأيك اليوم احنا قادرين نأمنهم للطلاب؟ يعني بعرف كتير أهالي مش قادرين يأمنوا صحيح اللابتوبس أو البادز لأولادهم تحت. مشان هيك السنة الماضية واللي قبلها كنا عم نناشد بكوميونيتي ليرنينج سنترز على الأراضي اللبنانية، مشان نقدر هودي الطلاب يلي مش قادرين ماديا أهلهم أن يوفروا لهم هودي الايبادز او التابلت او اللي هن او حتى الانترنت او بسبب انقطاع الكهرباء. كنا عم نناشد من سنتين انه يا منظمات دوليه يا دوله يا جمعيات مدنيه عملوا ب كوميونيتي ليرنينج سنترز على الاراضي اللبنانيه تتقدروا هودي اللي مش قادرين وما عندهم هيدي الامكانيات يجوا يقدروا ياخذوا التعليم من هودي الكوميونيتي ليرنينج سنترز اللي بتكون بالمناطق وبضمن البلد. وين صار هالمشروع؟ وين صار اليوم هالمشروع؟ المشروع للأسف ليك لما ما يكون في إرادة فعلا، يعني أنا كنا عم نقول دكتور بعلبكي يعني فتح لي ونورني على شغلة إنه نحن عم يجربوا يهدونا أو يجربوا يعملونا حرب من نوع آخر. يعني الحرب الآن بلبنان ليست حرب فعلية بالأسلحة، هي حرب اقتصادية عم تضرب أهم ثلاث قطاعات بلبنان إذا بدنا نحللها عن جد مزبوط، هي القطاع الصحة، قطاع التعليم وقطاع الأمن. لما أنت ما تقدري عسكرياً أنك تفوتي على البلد ومش من مصلحتك أنك تفوتي عسكرياً، عم يجوا عليك بطريقة أخرى وهي تدمير أهم ثلاث قطاعات بلبنان وأهم ثلاث ركائز للمجتمع اللبناني. وهيدا نحن ما بدنا إياهم يوصلوا لهون، لأنه نحن متمسكين بدولتنا أنه هيدا البلد يلي عانى على مدى سنين من حروب وحروب بين الحروب، مش لح نسبح كمان أنه يكون هيدا الحرب ينجحوا فيها ويقدروا يدمروا خصوصا قطاع التربية والتعليم. طيب نحن اليوم ببداية العام الدراسي والوضع خطير والعام مهدد صحيح. بالنسبة للطلاب ولا الكادر التعليمي ككل، يعني صحيح. إن كان للمدرسة وللمسؤولين وللإدارات، يعني من جميع النواحي في خطر على صحيح. الطلاب وعلى المدارس بشكل عام. برأيك كيف قدرنا نحل هذه الأزمة حتى ما نوصل لمرحلة أنه خلص نقعد كلنا بالبيت وما نتعلم؟ هلا لازم يكون في تكافل. لما نحكي عن PPP، لما نحكي عن private public partnership، نحن عم نحكي عن التكافل بين القطاع العام والخاص، وهو شيء كتير مهم خصوصا بواقعنا هلا. يعني هلا المدارس الرسمية غير قادرة انها تفتح، ويمكن ما تفتح ما بعرف. المدارس الخاصة بدأت، طيب ليه ما يكون هودي تلاميذ القطاع الرسمي او المدارس الرسمية ما يتوزعوا، لانه نحن بعدنا بلندد او هايبريد بنفس الوقت او اونلاين توتالي اونلاين بعد المدارس، ليه ما بيتقسموا بشكل منطقي وعلماني على المدارس الخاصه؟ مش قد ايه قادر المدارس الخاصه تستوعب عدد الطلاب؟ هلا ما تنسي نحن عندنا في هلا 3 ارباع المدارس الخاصه هن مجهزين انه يطلعوا هايبريد وبلندد، معناتها في تلاميذ اوريدي بقلب الصف وفي تلاميذ عم يطلعوا اونلاين. طب شو اللي حيأثر إذا كم تلميذ من المدارس الرسمية طلعوا أونلاين مع الباقيين بنفس الصف؟ مش حيأثر عليهم شيء، بمعنى أنه هودي التلميذ بدل ما ينحرموا من التعليم لا منوزعهم على المدارس الخاصة بيطلعوا أونلاين مع الباقيين. هيك نحن منحقق العدالة الاجتماعية وحق التعليم للجميع بلبنان، بس هيدا بده وعي وبده دراسة. يعني الدولة لازم ما بدي أقول تفرض ما فينا نفرض على المدارس الخاصة بالنهاية، بس لازم يكون في توعية ونقول للمدارس الخاصة بدكم تسمحوا لنا بدنا نتكافل هالمرة، ما بدنا بعض التلاميذ ما ياخذوا تعليم هيدي السنة، لا خلينا نقسم تلاميذ المدارس الرسمية عليكم تحملونا هالسنة، ما عليه بس بدنا ننقذ العام الدراسي وننقذ هودي التلاميذ أحسن ما يطلعوا بلا تعليم هيدي السنة أو حتى السنوات الجاية. طيب هذا الدمج ما بين المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة قد ايه بنضمن استمراريته؟ قد ايه بنضمن انه توصل المعلومات من قبل؟ يعني بنعرف نحن دائما اليوم الاستاذ في عنده عدد معين من الطلاب تيقدر عم
بيكون عم يتحكم فيهم ويوصل لهم المعلومات اللازمه والضروريه لما تزيد هيدي النسبه، قد ايه رح توصل المعلومه بطريقه صح؟ هلا نحن طالما اونلاين، ما تنسى انه السنوات المضيه، السنوات الاثنين المضيه كانت التلاميذ كلهم اونلاين صحيح؟ هلا لا، هلا في قسم عنا بقلب الصف وقسم عنا اونلاين عم يطلعوا. هلا الاكيد انه فيهم يكونوا مستمعين، فيهم يكونوا عم ياخذوا الكونتنت او المحتوى التعليمي من قبل هيدا الاستاذ بهيدا الصف، فينا فيها الوزاره تعمل خطه انه اوكي بياخذوا المنهج او بياخذوا التعليم من بعد مع المدارس الخاصه، ويمكن بتم الاختبارات او اجراء الامتحانات ضمن المدارس الرسميه. في حلول كثير، بس اهم شيء، النقطه الاهم، انه ما يقعدوا بالبيت بدون تعليم، هيدا اهم شيء. هيدا بده خطه، نحن جاهزين كخبراء بتكنولوجيا التربيه، كخبراء بالتعليم، انه نحط كل جهودنا وكل خبرتنا مع وزاره التربيه، نحن دائما مدين ايدينا لها تنقدر نحط خطه سوا، نقدر نقوم ونشيل العام الدراسي ونقدر عن جد ننقذ هودي التلاميذ، انه من التسرب المدرسي نقدر ننقذهم من حاله خطيره بتهدد المجتمع. هيدا اذا قدرت المدرسه الخاصه تضل واقفه على ركائزها الاساسيه. هيدي السنه في مدارس كثير خاصه صح. للاسف سكرت ميبين. في مدارس خاصه اجتمعنا فيهم عم يقولوا لنا يمكن هيدي اخر سنه، السنه الجايه اذا ضلينا هيك مش رح نقدر. حتى في مدارس عم بتقلص الدوام الدراسي صحيح. كمان وايام الدراسه صحيح. يعني بدل ما تكون خمس ايام بالاسبوع عم بتكون عم اربع ايام او ثلاث ايام، وعم يقلصوا الدوام لانه ما بدهم، بتعرفي المواصلات غاليه كثير، صارت اكثر من خمس اضعاف كلفتها قبل، والحد الادنى بعده هو زيته، قد ما زادوا بمعاشات الاساتذه ليس بالكافي، يعني الواحد بيروح على محطة البنزين بيحط كل شيء معه، بيحط نص معاشه يمكن، هيدا الشيء مش منطقي. عم يجربوا المدارس الخاصة أنه يحدوا قد ما فيهم ويقلصوا من حدة المشاكل والمعاناة للأساتذة عندهم، في منهم عم ينجحوا لأنه أوريدي عندهم مخزون او اوريدي عندهم حتى واردات بالعمله الاجنبيه من برا، لهيك بعدهم مستمرين. بس كمان قصه المازوت وغليها بيقولوا لك ما فينا نشغل نضوي المدرسه كمان بهيك كلفه عاليه. باختصار الواقع المدرسه الرسميه سيء بخطر، المدرسه الرسميه لازم تضلها جامعة للفقراء اللبنانيين اللي ما قادرين يحطوا بمدارس خاصة، دور الدولة ودور وزارة التربية تحافظ على هيكلية التربية والمدارس الرسمية بلبنان، ممنوع شيء يهزها تنقدر عن جد نتخطى كل الأزمات. لازم يكون في تكافل، بلا تكافل رح يصير في حرمان، رح ينهز هيدي العداله الاجتماعيه ونحن هيدي بنرفضها. نعم، يعني اولاد اليوم هن شباب الغد والتعليم هو حق للجميع. في كثير اهالي عم يضطروا للاسف انهم يستعينوا باولادهم تحت يفوتوا مدخول اضافي للاسره بشكل عام، قد ايه اليوم الطفل قادر يتحمل هذا العبء؟ وين حقوق الطفل اليوم؟ كيف قادرين توقفوا وتساعدوا هالاسر اللبنانيه يلي هي عم ترزح تحت خط الفقر؟ صحيح، هلا عماله الاطفال او تشغيل الاطفال بعمر صغير اكيد غلط. غلط كبير لانه انت عم تهزيله من شخصيته، انت عم تحمليه مسؤوليات قبل عمره، مرفوض هيدا الشيء. الاهالي لازم قد ما فيهم انه يخففوا عن اولادهم، حتى اذا بدهم ينقلون من مدرسه لمدرسه قد ايه هيدي القصص البسيكولوجيك، انا لازم احكي مع ابني حتى رغبه كمان انه لا انا مش عم انقلك بسبب الوضع الاقتصادي، انا مش عم بنقلك بسبب انه في ازمات ومضطر اني انقلك، لا انا لازم انقل له الفكره بطريقه سلسه اكثر مشان ما اجرح مشاعره، ما هز شخصيته الاجتماعيه. دورنا هون انه لا، ممنوع عماله الاطفال، ممنوع الاطفال يشتغلوا وانا احملهم مسؤوليات. نحن عم كقطاع تكنولوجيا تربيه نحن عم نجرب قد ما فينا انه كل شيء كل الاهالي ندعمهم. كيف عم ندعم؟ نحن هلا مثلا لحتيكي مثلا، نحن رايحين هلا على اكسبو دبي اذا الله راد، عم نجرب ناخذ شباب عندهم ستارت ابس عمرهم 18 سنه و17 وما فوق، كمان عندهم افكار يدي بعالم التربيه والتعليم، عم نجرب ناخذهم معنا لدبي او نحمل مشروع معنا على دبي مشان نقدر ندخلهم فريش ماني. حتى في مشاريع عم تصير لبرا، عم نجرب نوظف لبنانيه يشتغلوا ريموتلي
منشان يدخلوا كمان فريش ماني او العمل الصعبه على البنات تيقدروا يستمروا. لكن الاهالي لازم يكونوا مسؤولين، لازم يبحثوا عن شغل افتراضي او هجره افتراضيه مشان يقدروا هن يتحملوا المسؤوليه. ما حمل انا المسؤوليه لاولادي، ما لهم ذنب باللي عم بيصير، ما بدي هز شخصيتهم، هودي قاده المستقبل. انا لما بدي ربي ابني اتحمل مسؤوليات اكبر من عمره على بكير، انا عم هزه، انا عم بحرمه انه يعيش هيدي الفتره الحلوه من حياته، وعم بحرمه كمان انه يقدر عن جد يدرس بالشكل الصحيح ويكتسب المهارات والمعارف تيقدر يكون عن جد قائد. نعم، بكل بساطة عم نسلخه من بيئته الأساسية اللي هي رح تصنع منه رجل بالمستقبل وتفتح قدامه أفاق جديدة بالحياة. لأنه بعرف قد ايه اليوم الأطفال مهزوز كيانهم بشكل عام بسبب الأزمة اللي عم نمر فيها، عدا عن كورونا. يعني نحن عندنا بلبنان كمان أزمة اقتصادية ومادية، وللأسف اللي عم نشوفه كثير بشع. يعني نحن ككبار مش قادرين نستوعبه كيف كأطفال. على أمل إنه تنحل هيدي الأزمة ويلتقى حل سريع للعام الدراسي حتى نستلحقه من البداية تما نخسر أطفالنا، وبنفس الوقت إن شاء الله يا رب ما بنوصل لمرحلة أنه يقعد أولادنا بالبيت وما يتعلموا. مش لح نسمح إن شاء الله. مش لح نسمح إن شاء الله. شكرا لك دكتور نورة مرعبي، أهلا وسهلا فيك شرفتينا. فاصل علينا صغير ونرجع لمتابعة أحلى صباح. مشاهدينا من جديد لليوم عودة لكم، وإن ما كنتوا عم بتتابعونا منرحب فيكم إلى لقاء جديد بياخدنا إلى مركز سرطان الأطفال بلبنان. هذا المركز اللي عرف عبر سنوات طويلة يكون إلى جانب مجموعة كبيرة من أطفالنا، إلى جانبهم، إلى جانب أهلهم، إلى جانب أصدقائهم، عائلتهم الكبيرة، لحتى يتخطوا المراحل الصعبة اللي عم بمروا فيها. اليوم المركز مثله مثل أي قطاع تاني لبناني أيضا عم بمر بمراحل صعبة، فكلنا مدعوين لنكون حده من خلال حملة بتحمل عنوان قصتي قصة حياة أو موت. بسني رحب بمنسق التنفيذي لتبرعات مركز سرطان الأطفال أستاذ علي جعفر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير جو، ثانك يو. أول شيء بدي أشكركم لاستضافتنا، مثل العادة أنتم دائما حدنا ودائما موجودين. واجبنا. أهلا وسهلا فيك علي. علي يعني قصتي قصة حياة أو موت، وبالفعل هي قصة كل طفل بمركز سرطان الأطفال، بتتأرجح ما بين الحياة والموت، والحلو أنه 90% من هالقصص عم بتروح إلى الحياة. خبرنا عن هذه الحملة كيف انطلقت. هلا أول شيء إذا بتسمح لي جو، بدي انطلق من محل أني أعطي نبذة عن المركز للي ما بيعرفوا ان المركز وشو المركز. مركز سرطان الاطفال هو مركز بيختص بعلاج الاولاد المصابين بالسرطان من غير اي كلفه على الاهل تماما. نحن عندنا شراكه مع مستشفى الجامعه الامريكيه، وعندنا شراكه مع سين جود بمنفس تنسي. عندنا بادجت سنوي بيوصل ل 15 مليون دولار بدنا نكون عم نأمنه تنقدر نعالج حوالي 350 ولد. نسبة الشفاء عالية الحمد لله، مثل ما حضرتك تفضلت، عم توصل لل 80% وال 95% للوكيميا. صحيح. واللي هو أكثر شائع، هو أكثر شيء شائع بين الأطفال حاليا. بتعرف المركز صار له تقريبا 19 سنة، في طلوع ونزول بالبلد. صح. بعتقد هلا يمكن اكثر وقت نزول. صار في نزول تماما، مع يعني من كل النواحي، ان كان اقتصاديا مع تدهور الليره، ان كان اللي هو اهم شيء فقدان الدواء. نحن اليوم عم تعملوا بهذه النقطه تحديدا علي. يعني اليوم شفنا صرخه المصابين بالسرطان، وللاسف شفنا التظاهره اللي نظموها اللي ما كنا بنحب نشوفها بتاتا يعني، ولكن عم نشوف هذه الصرخه، عم نعرف معاناه ناس بنعرفهم مع ادويه السرطان. انتم كمركز، وخاصه لما يكون في علاج لولد، ما فينا نعمل انقطاع عن العلاج، كيف عم تتصرفوا بهالفتره؟ هو نحن من هون طرقت حمله تريتمي او استحسة حياه او موت. من حوالي سنة قبل الأزمة تبعيت الدواء، نحن كنا استباقيين أنه نقدر نكون عم نجمع بطريقة معينة الأدوية الضرورية. اللي عملناه أنه هلأ حاليا عم نضطر أنه ندفع دولار تنقدر نكون عم نجيب الدواء. الدواء مفقود من السوق عشان البنك المركزي ما عم يدفع للشركات، فما عم يقدروا يكونوا، فعم نضطر نحن نطلع بالطيارات نروح على بلاد ناخذ المصاري كاش ونجيب الدواء. في نقص بالدواء؟ ايه في نقص بالدواء، يعني جمعة بجمعة، يعني كل 10 ايام كل 10 ايام عم نجرب قبل ما عم يفوت علينا مصاري فريش
قد ما عم نقدر نكون عم نأمن هيدا الدواء. يعني اليوم نحن بمعاناة فعلية يعني أكيد. اليوم يعني بدي أقول يعني بالعربي المشبرح منا كزدورة أنه نطلع نجيب دواء من أي دولة أجنبية ونجي في طرق معينة لنقل الدواء، في بعض الدواء بده تبريد، يعني الخبرية فيها صعوبة وفيها مشقة بنفس الوقت، قديش قادرين تصمدوا بهذا الإطار عليه؟ قد ما بنقدر نصمد رح نصمد. في ولاد برقبتنا، في ولاد يعني بدهم يكفوا علاجهم، وفي ولاد بده يبلشوا علاجهم. نحن ما بنتمنى ابدا انه مجبورين نصمد، مجبور ما عندنا حل ثاني. على اليوم المركز بعده عم بيستقبل 350 تقريبا ولد سنويا، ولا بلشنا نخفف الكميه مقارنه مع الاوضاع اللي نحن عم نعيش فيها؟ اول ما صارت الازمه وبعد الانفجار، مش بعد الانفجار، لما صار اول ما صارت الازمه حطينا هولد كم يوم بس تقدرنا رجلجنا حالنا. أوكي. الحمد لله لا ما قلنا ولا لا ولا ولد، ما وقفنا ولليوم بعدنا عم نستقبل. أنا اللي بدي نوهه أنه كمان بدي أقوله أنه بعد انفجار بيروت المركز مجلس الأمن أخذ قرار أنه يكون عم يتوسع. صحيح. بنطاق العلاج. فزدنا شراكة مش بس مع مستشفى الجامعة الأمريكية، صرنا متواجدين ب 13 مستشفى على كل الأراضي اللبنانية. تنوسع الريتش تبعولنا وعم نوصل لأولاد أكتر وعم نقدر نساعد أكتر. تماما لتقدر تساعدوا أكتر وقدر المستطاع. علي لنخبر للناس شو بيصير بهذا المركز. يعني اليوم الطفل بيتوجه لعندكم أول شيء مع العائلة، العائلة بتبلغ عن الإصابة، كيف بتصير وقديش فعلا هيدي المتابعة هي طويلة ومكلفة بنفس الوقت؟ أكيد مثل ما أنا قلت في 15 مليون دولار بده يتأمنوا سنويا تنقدر نعالج 340 ولد تقريبا. يعني كلفة الولد تقريبا قد ايه عم تكون بين 40,000 ل 200,000 حسب إذا بده عملية، حسب الحالة بحد ذاتها هيدي بالسنة الواحدة. وبيرجع عندك انه الولد بده مينيمم 3 سنين علاج. مثل ما حضرتك تفضلت انه لا في كمان العلاج النفسي عم نعطيهم. صحيح. علاج نفسي الترفيهي، يعني عم نجرب نكون عم نريح الاولاد على كل النواحي تيكونوا قادرين يكفوا هيدا العلاج. تماما. لكن الولد الواحد كلفته سنويا بين 40,000 و 200,000 دولار وفقا لطبيعة كل حالة بحالتها. فهون بدي اقول يعني قديش عم تعطوا امل للاهل اللي ما عندهم هيدي القدره. وما بعرف قديش نسبه اللبنانيين قادرين يامنوا 40,000 دولار سنويا لابنهم لا سمح الله اذا عنده اصابه. يعني بالتالي بدي اقول انه يمكن 99% من اللبنانيين ما عندهم هيدي حاليا هيدي للاسف. ايه فاليوم رجاءا بدنا ندل حد هذا المركز، لانه مش انه مركز عم بيشتغل، هذا مركز موجود وعصب اساسي بالحياه اللبنانيه، مشان تنكون واضحين بالاشياء اللي عم نطرحها. تفضل. اكيد نحن لليوم كمان انا بدي اقول انه لليوم صرنا معالجين حوالي 2040 ولد. صحيح. من غير اي كلفه تماما على الاهل. وهيدا مثل ما حضرتك تفضلت الارقام عم بتزيد، المسؤوليه عم تكبر، المصاري منا موجوده مثل قبل. فكرمل هيك انا من خلالكم اليوم بخلت المصاري اختفت وين للاسف من كل النواحي، وما عم تقدر تجيب غيره وحتى لو صار في مصاري ما في دواء. صحيح. يعني من كل النواحي مسكر عليك. صحيح. فمن هون من خلالكم اليوم بدي اطلب من كل حدا قادر انه يساعدنا، ان كان بالبلد ولا برات البلد، بيقدر يتبرع فريش. مش معناته انه الفرق منه فريش منه مقبول، بالعكس اي شيء بيساعد. بس اللي بدي اقوله انه اي حدا بيقدر يكون عم يتبرع بيكون كتير عم يعمل فرق. صحيح. فممكن يكون عم يتبرع من خلال اتصالهم فينا على 01-35-1515 أو على 70-35-1515 أو على الويب سايت www.ccl.org.lb. خلينا بكل أحوال علي نشوف تريلر صغير حول الحملة ونرجع لحديثنا. حرم من ضحكات الأطفال، ضحكاتهم ما إلى ثمن، بس علاجهم ثمنه كتير كبير، لأنه السرطان ما بينطر. دعمونا للاستمرار بمساعدة وعلاج 50% من الأطفال المصابين بالسرطان بكل لبنان عبر حملة تريت مي. تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال. القصة قصة حياة أو موت. بالفعل القصة قصة حياة أو موت، وقصة حياة عم بتكون موجودة داخل هيدا المركز. الناس فيها تتبرع مثل ما قلنا من خارج لبنان ومن داخل لبنان بالفرش دولار، لأنه للأسف العملة الوطنية تنكون واضحين يعني
نحن بنحبها تكون افضل عملات، ولكن حقيقه الامور انه نحن امام عمله وطنيه منهاره، فلابد من وجود الدولار لحتى تقدروا تكملوا بالمركز. خبرني عن المركز حاليا، كم طفل عندنا تحديدا اليوم، كم طفل عم بيتعالجوا، وهل في طلبات؟ يعني اليوم ما بعرف اذا هذا الشيء بيصير انه في طلبات بتتوقف لا نرجع نستقبل بعدين، ولا لا مباشره اي حدا فيكم؟ لا، ابواب المركز مفتوحه، اي ولد بيكون بحاجه للعلاج بيكون عم يستقبل، عم بيكون. نحن كمان صرنا من أول ما بلشنا لليوم صرنا عاملين تقريباً 5000 استشارة طبية مجانية، فكمان اللي بيكون شاكك إنه في عنده مشكلة مع ابنه أو شيء ممكن يكون عم يجي عم يعمل هيدا الفحص مجاناً. لا، الأرقام مثل ما قلنا اليوم في 350 عم يتزايدوا، ما في حدا عم ينقل له لا، في إلا إذا بيكون نبلش علاجه بمحل تاني، وهيدا لسلامة الطفل بنكون ما عم نقدر ناخده، لأنه بده يتابع بنفس المحل بنفس الأطباء لحتى يقدر يوصل لنتيجة. وبدي أقول بكل أحوال أكيد طبي متميز موجود بمركز سرطان، طبي ونفسي واجتماعي وفريق عمل كامل متكامل عائلة إلى جانب الأطفال. كلمة أخيرة لو سمحت. بس بطلب من الكل أنه يكونوا عم يساعدونا، يتبرعوا، ما في شيء قليل، أي مبلغ ممكن يكونوا عم يتبرعوا، إن كان بالفريش أو باللولر أو باللبناني معقول يعمل فرق. فبرجع بعيد الأرقام 013-515-515 أو 703-515-515. نعم، أستاذ علي جعفر منسق تنفيذي لتبرعات مركز سرطان الأطفال بلبنان، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق لكم بالمركز وسلامة كل الأطفال الموجودين إن شاء الله، كلهم بتكون قصة حياة. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. مشاهدينا منتابع سوا ببرنامجنا، الزميل داني حرب جاهز مع مجموعة أخبار محلية ودولية، منتابع تفاصيلها. هناك تهديد إشعاعي وشيك بمحطة تايتشان للطاقة النووية بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، نقلاً عن مذكرة من شركة فراماتوم الفرنسية اللي بتمتلك المحطة وبتشغلها جزئياً. فالوثيقة اللي أرسلتها الشركة للمسؤولين الأمريكيين اتهمت أيضاً الإدارة الوطنية للسلامة النووية الصينية برفع حدود المقبولة لتسرب الإشعاع للمنطقة المحيطة لتجنب إغلاق المحطة. وببيان منفصل أوضحت شركة ODF أنه كان هناك زيادة بتركيز غازات الزنون والكريبتون بالدائرة الأولية للمفاعل رقم 1. فوفقاً لCNN وصف ODF إنتاج هالغازات بأنه ظاهرة معروفة ناتجة عن تدهور غلاف قضبان الوقود. لازم نعرف أنه تايتشان هي أول محطة بالعالم بتشغل مفاعل نووي من الجيل التالي من OPR، اللي هي طريقة لدراسة المواد ذات الإلكترونات غير المزاوجة. ذكر التقرير رويترز أنه شركة نوفافاكس إنك قالت أنه اللقاح الجديد من كوفيد 19 رح يكون فعال بنسبة بتزيد عن 90% ضد مجموعة متنوعة من أنواع فيروس كوفيد 19. وقالت الشركة أنه اللقاح هو الأكثر فعالية ضد سلالات الفيروس التاج الأصلية، وكذلك سلالة ألفا اللي تم اكتشافها لأول مرة بالمملكة المتحدة. ويعد اللقاح نوع تقليدي من الخليط أكثر من المتوفرين حالياً، وما بيستخدم لقاح نوفافاكس mRNA على عكس لقاحات فايزر وموديرنا اللي بتحتوي على قطعة من شفرة جينية تسمى RNA اللي بتحث الجسم على تكوين استجابة مناعية ضد الفيروس. وبيختلف نوفافاكس إذ أنه بيستخدم الأسلوب التقليدي لحقن قطع من الفيروس المنقى لتحفيز الاستجابة المناعية بشكل مباشر أكثر، حيث بيحتوي على نسخة فعلية من بروتين سبايك الفيروس اللي تم علاجه حتى ما يسبب المرض، مع العلم أنه بإمكانه تحفيز جهاز المناعة. بعبارة تانية، يمكن للجسم صنع أجسام مضادة ضد البروتينات الشائكة اللي بتغطي الفيروس التاجي حتى يتمكن الفيروس من اختراق أغشية الخلايا البشرية. التقط استاذ جيولوجي أشكال من الحمم البركانية على شكل بيضة فاغرادال أسفيال الأيسلندية، وقد أظهر فيديو البروفيسور ماتيو ثيرول تدفق جديد للحمم البركانية وتشكيل نصوص باهو هو بالإضافة لأشكال أخرى، وأشار إلى أن الحمم البركانية الساخنة من الداخل بتمزق الفصوص على شكل بيضة.
صباح الخير لكم مشاهدينا. لما نحكي عن الإذاعة اللبنانية اللي أنشئت عام 1938 واللي كان اسمها راديو الشرق، هيدي إذاعة لكل لبنان، إذاعة الوطن ومنبر حر يلي بيقدر يتحمل المسؤولية على مساحة وطن ومساحة المواطن. قد اليوم نحن قادرين نرجع بالذكريات لورا، قد الإذاعة اللبنانية احتضنت شعب بأكمله وقدرت تكون مسؤولة وتوصل الرسالة بزمن يمكن عم نعيش فيه بصراعات كتير كبيرة وتحديات صعبة. بالقبل الأخيرة ما بين 19 و22 تشرين الأول حازت الإذاعة على جائزة صنف المسنين بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يلي أقاموا اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس. تنحكي أكثر عن هيدا الجائزة وعن دور الإذاعة اللبنانية أكثر بصير نستضيف معي باستوديو مدير إذاعة لبنان محمد غريب. صباح الخير. صباح النور لكل المشاهدين. تشرفت، هلا فيك. يعني وسهل. اليوم إذا بدي أحكي عن خصوصية الإذاعة اللبنانية يلي بتطل على المواطنين بجميع على جميع الفئات تحديدا، يعني واللي بتحتضن إذا بدك 19 مذهب وطائفي. إذا اليوم بدنا نروح أكثر حتى نحكي عن دور الإذاعة اللبنانية بظل الظروف يلي عم نعيشها، كيف بتقراها؟ خليني أقول لك، يعني بعيدا عن المذاهب والطوائف خلينا نكبهم كلهم برا. نعم. إذاعة لبنانية إذاعة كل اللبنانيين. نعم. ولازم كل اللبنانيين يكونوا مثل إذاعة لبنان لكل اللبنانيين بعيدا عن المذهب والطائفي. هذا أهم شيء بإذاعة لبنان اليوم. اليوم دور الإذاعة برأيك قد ايه بعده مسيطر على الساحة؟ موجود موجود. أنا بعرف من إذاعة لبنان ومن برامج إذاعة لبنان دائما نحن بيجينا اتصالات من كل المناطق اللبنانية خاصة بالبرامج المباشرة. الوقت اللي بنفتح الهواء للناس ما بتصدق قديش بيصير في مشاركة. نعم. من الجنوب، من البقاع، من الجبل، من المتن، من الشمال، من عكار، خاصة البرامج الاجتماعية الصحية والطبية، البرامج اللي بتعنى بالقوانين، كيفية تنفيذ القوانين، البرامج اللي بتوجه المواطن وبتقول له لحتى يصير بالخط المستقيم. هذه البرامج بتبين انه اذاعه، من خلال هاي البرامج بتبين انه اذاعه لبنان اذاعه موجوده مسموعه اذاعه لبنان اذاعه عريقه. نعم طبعا اذاعه عريقه تاريخيه. اللي بده يعرف عن لبنان كيف كان لبنان بالزمن الجميل يجي على إذاعة لبنان ويجي على تلفزيون لبنان. طبعا طبعا. اليوم الإذاعة اللبنانية أو الإذاعة بشكل عام إلها رونقها الخاص وإلها جمهورها الخاص. طبعا. بعرف قدي اليوم بتسعوا حتى تكون البرامج اللي بدها تبث على الهواء برامج تثقيفية من الناحية ضروري. الأولى برامج تثقيفية أدبية منوعة. صح. نعم. وبرامج تعنى بالمواطن بالتأكيد، بتضوي وبتسلط الضوء على كافة المشاكل اللي عم نمر فيها بمجتمعاتنا، عدا عن الترفيه. يعني كمان البرامج الترفيهية اللي هي بدها تاخذ حصة بمحل معين، يعني بهذا الزمن لازم يكون في برامج ترفيهية بس مش بالحد الكبير. نعم. القسم الأكبر هو للبرامج. أنت ضد البرامج الترفيهية؟ لا أبدا. مع البرامج التثقيفية أكثر؟ لا مش ضد ومع. نعم. لا أبدا، لازم يكون في برامج ترفيهية. يعني الإنسان بده يضل عايش بالوجع وبالألم؟ لا أكيد. بس كمان نحن بوقت لازم يكون عندنا برامج تثقيفية منوعة توجه المواطن. كنت عم بحكيك يعني تدل المواطن على الصح، على الطريق الصحيح، تساعد المواطن ليوصل صوته للمسؤول، وتحكي مع المسؤول لحتى كمان يسمع المواطن شو عم يعمل هذا المسؤول، توصل صرخة المواطن. لا طبيعي. نعم. طبيعي. فبرامج إذاعة لبنان برامج منوعة، فيها الأدبي، فيها الأدبي، فيها الموسيقي، فيها الاجتماعي المختلف، يعني الصحي، التربوي إلى آخره. فبرامج منوعة وعلى اختلاف أنواعها، كلها من أجل المواطن. نعم. ومساعدة المواطن حتى تكون إلى جانب المواطن. يعني فعلا الإذاعة اللبنانية بتستاهل هيدي الجائزة اللي تسلمتها حضرتك لجانب المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسن. وجه له تحية للدكتور حسن. طبعا أكيد. تحية كبيرة له حبيب القلب. خبرني أكثر عن هيدي الجائزة وعن خصوصية هيدي الجائزة بالنسبة للإذاعة اللبنانية. هو حفل التوزيع كان لجوائز عديدة،
لبرامج عديدة، منها البرامج اللي بتعنى بالمسنين، برامج الرعاية الصحية، برامج شبابية، برامج موسيقية. إذاعة لبنان فازت بالبرنامج الذي يعنى بالمسنين، يعني نعم بعنوانه مسنون. مسنون نعم، أو إذا بدك هو مسن، يعني رعاية مسن. وهذه الجائزة ليست الأولى اللي بتنالها أو بتاخذها إذاعة لبنان، يعني هي الجائزة الثانية أو الثالثة، وفي جوائز سابقة قبل، بس على الأقل بالوقت اللي أنا موجود فيه هذه الجائزة الثالثة. أهمية هذه الجائزة مش بس لأنها جائزة، يعني أنه إذاعة لبنان أخذت الجائزة، لأنه هناك سعي من قبل الإدارة وكل العاملين بالإذاعة أنه إذاعة لبنان تكون موجودة باتحاد إذاعة الدول العربية، ما تكون غائبة عن نشاطاته، ما تكون غائبة عن اجتماعاته، ما تكون غائبة عن التنسيق، لأنه بتعرف اتحاد إذاعات الدول العربية مهمته أساسية في التنسيق بين إذاعات الدول العربية كافة. فبالتالي هذا بيعني أنه إذاعة لبنان موجودة وعم تشارك، هذه الأهمية بالموضوع. نعم. نحن كان عندنا مشاركة من أكثر بأكثر من برنامج، لكن كان حظنا ببرنامج الرعاية الصحية ونلنا هذه الجائزة اللي هي أكيد رح بتكون تحفيز لإدارة إذاعة لبنان ومديرية البرامج بإذاعة لبنان حتى نروح للأفضل، حتى نستمر لنوصل للأفضل. بما أنك عم تحكي عن الاستمرارية، شو هي التحديات اليوم اللي عم تواجهها الإذاعة اللبنانية لتبقى وتستمر ما بين الإذاعات الخاصة؟ تحديات كبيرة، تحديات مثل أي مؤسسة بلبنان، حكومية أو عمومية إذا بدك، مثل التحديات اللي عم تواجه تلفزيون لبنان. عندنا أزمة اقتصادية، عندنا أزمة سياسية، عندنا أزمة مالية. اليوم ارتفاع سعر الدولار أكيد مثلاً عم بعطيكي مثلاً أكد أثر سلباً على عمل المصلحة الفنية بإذاعة لبنان. عم بعطي مثل، بالأول كنت تشتري، إذا بدك تشتري قطعة غيار لشيء تعطل بالاستوديو مثلاً، كنت تشتريها بعشرة دولار أو بعشرين دولار. كان العشرة دولار والعشرين دولار مثلاً، عم بحكي أنا قطعة صغيرة، قد كان حقها 30,000. هلأ العشرين دولار قداش؟ 400,000. شفت الفرق؟ فبالتالي نحن الوضع اللي عايشينه أكيد أثر على إذاعة لبنان من الناحية التقنية وشراء التجهيزات، عدا عن أنه كمان هذه الأزمة أثرت سلباً من ناحية الإرسال. نعم. عم بيصير عنا بعض الأحيان قطع إرسال لأنه ما في مزود، ونحن متكلين على تلفزيون لبنان بهذا الموضوع. نحن متكلين على تلفزيون لبنان لتأمين المزود لحتى يضل إرسالنا مستمر ويضل مكاناتنا ماشيين، مكانات الإرسال. فبالتالي أكيد في تأثير سلبي، لكن نحن مستمرين، ما وقفنا يوم. نعم. ما وقفنا يوم عن الشغل، الأصل رغم أنه في تأثير أصلاً. نعم. أساساً في تأثير سلبي على الموظف. اليوم أنا عم بحكي هذا الحكي، يعني اليوم إذا موظف بياخد معاش مليونين ليرة، عم بعطي في أقل من هيك، في 1,400,000 بإذاعة لبنان ومليون وثمانمائة ألف، شو بكفي هلأ للموظف لحتى يعيش عيشة كريمة هذا المبلغ؟ أو مثلا مدير إذاعة لبنان قديش بياخد؟ 3 ملايين مثلا، شو بكفي لمدير إذاعة لبنان؟ بس هذا ما بيعني أنه أنا وقف العمل وما اشتغل، لا أبدا، استمرينا نحن بإذاعة لبنان وواجهنا التحديات وما زلنا نواجه هاي التحديات، وإذاعة لبنان ما زالت مستمرة وستستمر بالعمل كما يجب. نعم. وما زالت طبعا ما بنسى الكورونا هنا. يعني ما حكينا على الكورونا، تداعيات الكورونا على العمل مش بس بإذاعة لبنان، على مستوى لبنان كله طبعا. ورغم هذا ضلينا نجي على شغلنا عادي ونمارس عملنا بجد ونشاط، وكان في خوف، ما بقول لك ما كان في خوف، لا كان في خوف، لكن ما فينا نترك إذاعة لبنان. هذا عمل الإذاعة والتلفزيون اللي مفروض يبقى طبعًا هيك طبعًا ويستمر. يعني مثل ما ذكرت، ما زالت الإذاعة اللبنانية عم تحتل الصدارة بالنسبة للبرامج اللي عم تبثها وعم تنشرها عبر أثيرها. بعرف قد ايه اليوم تحديات كثير كبيرة عم بتواجهوها، ومشكورين على جهودكم حتى تستمر الإذاعة. شكرا على واجب طبعا. بعرف قد ايه اليوم كمان الموجودين بالإذاعة المعنيين
مين حتى يبقى الدور اساسي للاذاعه اللبنانيه؟ عم بيعملوا اذا بدك فوق طاقتهم. طبعا هون لازم نوجه لهم تحيه من مديريه البرامج والعاملين فيها والمصلحه الفنيه ايضا والعاملين فيها، لازم نوجه لهم تحيه بكل صراحه لانه عم يعملوا مجهود كبير بظل هذا الوضع طبعاً الصعب. طبعا تحيه لكل واحد، وحتى تحية للعاملين بتلفزيون لبنان لأنه مشكور. نفس الشيء تقريبا. نعم نعم. هون التحية الأكبر، بعرف أنه عدد برامج مميزة بالإذاعة اللبنانية، ولكن التحية لبرنامج مسنون اللي هو من إعداد كميل عبد الله، كميل عبد الله وتقديم غادة جمعة سلاش توني موراني، والهندسة الصوتية لبلال طراف. ما بدنا نقدر ننسى أبدا جهد كل شخص من هؤلاء. طبعا هن الجهاز اللي وصلوا طبعا إذاعة لبنان أكيد، لأن هن أصحاب العمل بإذاعة لبنان، وأنا بوجه لهم تحية صراحة، وهن جزء من فريق عم يتعب كتير لتستمر إذاعة لبنان ويستمر أثير إذاعة لبنان ويضل هالمستمع إذا بدك يشوف ويستمع لبرامج إذاعة لبنان برونقها بأهميتها. هذا الفريق جزء من فريق كبير بإذاعة لبنان، أنا عن جد بوجه له تحية. ونحن يعني كل جائزة أخذناها كله بفضل هالعاملين بإذاعة لبنان، مش بفضل مدير إذاعة لبنان أبدا، هن هؤلاء الأشخاص زملائنا، هن اللي عندهم كان جهد كبير، كان عندهم مثابرة لأنه كانوا عندهم النوايا الطيبة والنوايا اللي يعني أكيد هي وصلت لأنه ينجو عمل يوصل بالآخر يأخذ هالجائزة. أنا كان عندنا جائزة أخذناها، كانت الجائزة الأولى باللغة العربية، كان الراديو الأوروبي عامل جوائز بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. إذاعة لبنان بالسنة الماضية أو اللي قبلها على ما أعتقد بال 2019 نالت الإذاعة الأولى باللغة العربية على كل الدول العربية. فهذا جهد مين؟ جهد الافراد طبعا، جهد العاملين ومديرية البرامج وعلى راسهم مدير حضرتك. مشكور اكيد، لو ما عندي هذا الفريق انا شو بعمل؟ ما بعمل شيء. نعم صراحه بقول لك اياها بكل صراحه، انا صحيح علامه لكن في بدي اعطي الناس حقها. هذا الشغف بالعمل دائما هو اللي بيوصل الاعمال حتى تحتل المراتب الاولى وتقوم بالقمه. اليوم الاذاعه اللبنانيه من خلال برنامج مسنون وصلت وحصلت على الجائزه، ليه هذا البرنامج برايك؟ شو ميزته؟ مسنون؟ أكيد، ما نحن وقت بنقول إذاعة لبنان عم تهتم بالناس والعالم، فما بالك المسنين؟ هو الناس اللي دائما بيحتاجوا لعناية خاصة. رحنا لهذا البرنامج لأنه شفنا كنا بدنا نعرف هل في رعاية للمسنين بلبنان؟ شفنا مختصين، رحنا على دار الأيتام الإسلامية، رحنا على وزارة الصحة، على وزارة الشؤون الاجتماعية، عملنا لقاءات مع أشخاص لهم علاقة بهذا الموضوع لنشوف هل هناك رعاية صحية؟ في رعاية لكن هذا الأمر يتطلب أكثر متابعة لحتى ما يضل في مسن بلبنان يحتاج للآخرين، يعني يكون في مؤسسات تهتم بالمسن وبكبار السن بلبنان لحتى ما يوقفوا على الطرقات ويشحنوا. نعم هذه أهمية الموضوع، مشان هيك نحن رحنا لنشوف في اهتمام بالمسن، ويمكن نحن نجحنا لأنه كان عندنا هاي النوايا. نحن نجحنا بهذا العمل لأنه كان عندنا هاي النوايا. وأنا اللي بدي أقوله إذا البرنامج ما كان له هدف ما بيعني شيء، ما في أعمل برنامج هيك مجرد أني عملت برنامج. هدف البرنامج هو المسن بالتحديد وكيفية الرعاية اللي عم تحصل لهذا المسن. نعم، البرامج الهاتفة هي البرامج اللي بتأثر أكثر بالعقل طبعا. اللي بتطبع بالفكر بشكل عام بتضل موجودة بالعقل. نعم نعم. عشان هيك بتشوفي برامج قديمة بإذاعة لبنان وبتلفزيون لبنان بعد لحد هلا صح. الناس بتتذكرها صح. بما أنك فتحت سيرة تلفزيون لبنان، رح يكون في أمسية خاصة بالتعاون مع الإذاعة اللبنانية وتلفزيون والله لبنان. والله أنا بدي حيي اليوم التراثي للعلوم عفوا العلوم البصرية والسمعية الليلة إذا الله راد. خبرنا باستديو فيروز هذه الحلقة باستديو فيروز بإذاعة لبنان. هذا الاستديو من أهم الاستديوهات مش بس بلبنان، استديو فيروز استديو الموسيقى والغناء والتسجيل الدراما والى اخره، هذا من اهم
الاستديوهات بالشرق الاوسط. نعم. هلا يمكن العالم اليوم بيشوفوه على التلفزيون بحجمه بضخامته بالشيء الموجود فيه بتاريخه العريق، ومن من اهم مثل ما قلت من اهم الاستديوهات بالشرق الاوسط هذا التلفزيون، هذا الاستديو، واليوم رح تتسجل هاي الحلقه فيه. وانا هون بدي وجه تحيه للمخرج باسم جابر ولباتريسيا سماحه، معدة البرنامج لا مقدمة البرنامج أنجليك مونس، تعبوا لا يوصلوا للحلقة اليوم لتكون كما يجب صراحة. وهذه الحلقة رح تستقبل الضيوف عرفناهم بالزمن الجميل. مثل مين؟ خبرنا. أنا عرفت أنه أبو سليم رح بيكون موجود، بس ما عرفت الشخصيات، بس أيا يكن مين هن هول الشخصيات، إذا كانوا من الجمل الزمين من الزمن الجميل، لازم كلنا نقعد وننتظرهم لحتى نعرف. في شوق صراحة، يعني أنا من الناس إذا بدك دائما بدور على المسلسلات القديمة لتلفزيون لبنان واسمع شيء من إذاعة لبنان قديم. أنا أول ما جيت على إذاعة لبنان طلبت من أحد المعدين إنه بدنا نعمل شيء عن الزمن الجميل، وصار بالتنسيق مع تلفزيون لبنان صار هذا الموضوع، ورحنا لكبار الممثلين بهذاك الزمن، شوشو، إبراهيم مرعشلي، أبو سليم، ما بدي يعني إحسان صادق، ما بدي يعني كل الممثلين، حتى ما هذا لأنه بيرجعنا لهذيك الأيام الحلوة الجميلة اللي كان عايش فيها لبنان، كان عايش فيها اللبناني باطمئنان وسلام. رزق الله هذيك اليوم. اليوم هاي الحلقة إن شاء الله بتكون كما يجب، وبشوف المشاهد كيف كان تلفزيون. خبرنا أكثر، اليوم التراثي للعلوم البصرية والسمعية، شو رح نشوف بهيدا بهالليلة؟ يعني عشو رح نضوي بين التعامل تراث بين التلفزيون يعني خاصة بالإعلام؟ إذا ما عندك تراث إعلامي هلا أكيد بتقدمي الجديد، ودائما لازم يكون عندك جديد، بس التراث هو اللي بيخليك تروحي لتعملي الجديد. والتراث خاصة ببلد مثل لبنان، وقت بنحكي عن الزمن الجميل ونشتاق لهذيك الأيام، لأنه احنا عايشين بأيام صعبة، فلو ما عندنا تراث كانت مشكلة. تراث إذاعي، يعني إذاعة لبنان فيها مكتبة، يعني إذا بدي أقعد أحكي لك عنها بدها وقت طويل، وأقول لك شو في شخصيات موجودة مسجلة باستديوهات لبنان من الخمسينات ومن قبل الخمسينات. هذا التراث كمان موجود بتلفزيون لبنان، ونحن يعني عندنا سعي المدراء اللي كانوا قبلي وأنا وأكيد بتلفزيون لبنان، عندنا سعي لنحافظ على هذا التراث، لأنه هذا التراث هو تاريخ لبنان العريق، تاريخ لبنان العريق. فما بالك إذا يعني إذا كان هذا التراث شامل من مش بس من لبنان، من كل الدول العربية، حتى في شيء حدا من بلاد أجنبية، بلاد أوروبا وأمريكا، كانوا يجوا على إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان طبعا. إما ليمثلوا أو ليسجلوا أو ليغنوا، يعني في أهمية كبرى لهذا التراث، لازم نحافظ عليه، ولازم كل فترة نطلعه على الهواء ونفرجيه للناس ونسمعه للناس، نفرجيه ونسمعه تلفزيون وإذاعة. وهذا اليوم إحياء لهالتراث والأهمية هذا التراث الموجود لدينا، إن كان إذاعي أو تلفزيوني، سمعي أو بصري، أوديو فيجوال مثل ما بقوله. هالأمسية الخاصة الليلة راح تكون أي ساعة وقد مدتها؟ الساعة 8:30 باستديو إذاعة لبنان. وقد مدتها؟ على ما أعتقد ساعة، على ما أعتقد. نعم. طيب يعني ناطرنا مواضيع جد شيقة، رح نرجع بالزمن للماضي. طبعا. هذا المهم. طبعاً. ما فينا ننسى ماضينا، لأنه تاريخنا تاريخ مجيد، تاريخ لبنان تاريخ مجيد بالإعلام، عم بحكي أنا بالإذاعة وبالتلفزيون. نعم. تاريخ مجيد، تاريخ عظيم. بختم هذا اللقاء بتحب تضيف شيء أستاذ محمد غالي؟ لا، بدي برجع بوجه تحية للعاملين بإذاعة لبنان، ومبروك لإذاعة لبنان، يعني أنا ببارك لإذاعة لبنان للعاملين فيها وللفريق اللي اشتغل رعاية مسن واللي أنتج هذا البرنامج الجميل واللي كسب هالجائزة، وهي جائزة مش بس لإذاعة لبنان، لكل اللبنانيين. وكمان بوجه التحية للعاملين بتلفزيون لبنان إدارة وموظفين، كلهم زملاء، وإن شاء الله بيضل مستمر هذا التعاون بين تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان
لما في مصلحة الإعلام بلبنان، لأنه نحن بحاجة لإعلام يساعد المواطن، يوقف مع المواطن طبعًا. بعيد عن الطائفية والمذهبية، بعيد عن التسييس، حتى ناخذ هذا البلد لظروف أفضل من اللي عايشين فيها. نعم، بعيد عن التطرف والأمور الشخصية، بعيد عن التطرف، بعيد عن الطائفية، بعيد عن كل شيء. خلصنا، بدنا نرتاح بلبنان. إن شاء الله، إن شاء الله الله يسمع منك، من تمك لباب السماء مثل ما بيقولوا. مشكور مدير إذاعة لبنان محمد غريب، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. الله يعافيك. وأنتم يعطيكم العافية كمان. مشكور وألف مبروك كمان مرة الجائزة. الله يبارك. يا هلا. مشاهدينا فاصل علينا ونرجع لمتابعة أحلى صباح الخير لكم مشاهدينا. بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بصبحيتنا المباشره من برنامج احلى صباح. صار الوقت ننضم لشيف نادين أسيس بعالم المطبخ، واليوم رح نحضر معه ابل وافل. صباح الخير شيف. هاي كيفك؟ منيحه؟ صباح يعني اليوم رايحين على الدسير. هو فعليا دسير، واكثر فيك تبعتيهم ترويقه مع الاولاد على المدرسه. هلا يعني عم نجرب اوكي دسير فيها قدمها بس بدي، وفيها كمان اكون عم بحضرها حتى تكون ريبليسمنت لحياه لنوع من الترويقه. فمثل ما قلت فيها اليوم حنكون عم نحضر الوافل. هلا الشغله الوحيده هي انه الوافل بدها الماشين تبعولها اللي هي التوستر اذا بدك، بس مش العاديه اللي بتجي مدوحة كرويات حتى اقدر احضرها بشكل الوفل. بس انه العجينه، تحضير العجينه هو الاساس عنا. يعني اذا ما عنا اياها للماشين ما في مشكله ابدا، في اعملها بشكل مبروم او في اعملها بحيلها شكل ثاني، بس انه بتكون الطعمه الاساس هي بالعجينه تبعها. نحن شو بحاجه؟ اولا انا بحاجه لبيضتين. لهول البيضتين بدنا نضيف اكيد بما انه في عنا بيض، يعني مفروض نضيف فانيل، مفروض نضيف اذا عنا حيلا نوع من الالكول في حال عنا ما عنا مشكله بالالكول، بدنا نضيف كمان برش حامض اذا بدنا، يعني حيلا شيء حتى نقضي على زنخه البيض. فاذا هول البيضتين مع المطيبات تبعونه، رشه ملح صغيره مع ملعقه سكر كبيره، بدنا نضيف لهم كمان كوب وثلاث ارباع من الحليب السائل، حليب عادي يعني بحرارة الغرفة، بدنا نضيفه على الجات ومنحركهم كلهم سوا مع نص كوب من الزيت. بس هول السوائل كلهم ينخلطوا مع بعضهم، بدنا نضيف لهم كوبين من الطحين، أول كوب ومنحرك، تاني كوب وكمان منحرك. فهيك بتكون العجينة صارت جاهزة عنا. هلا اليوم مثل ما قلت فيها حكون عم حضر إلى جانبها الأبل. هلا فيه ما كون عم حضر أبل، فيه بس حط صوص شوكولا عليها، يعني حضر العجينة وحط صوص شوكولا، أو فيه حط مربى، أو في بس انطرت حتى تبرد مزبوط مزبوط، فيه بس رش عليها سكر بودرة. هيدا الشيء اللي بنشوفه عادة ببلجيكا وبروكسل، إنه ما كتير بيتفلسفوا يمكن بالطعمات، فيك تلاقيهم بكياس موجودين خالصين العجينة، وانت بس بتدهن عليها اللي بديك. فالأساس هو إنه نحضر العجينة. أوكي، خلينا نبلش بالعجينة. فإذا مثل ما قلت بيضتين، أوكي، بدنا نضيف لهم الفانيل ورشة ملح، نخفقهم حتى ياخذوا بعضهم مزبوط. اذا ما عندنا مشكله باستعمال الالكول، الالكول بيقضي على زنخه البيض، نخفقهم كثير منيح نرجع بدنا نضيف لهم نص كوب من الزيت. نحن شايف حطينا الملح حتى نظهر النكهة أكثر، صح؟ إيه، وحتى كمان بيساعدك حتى تقضي على زنخة البيض. أوكي. فإذا نص كوب من الزيت. هلا بدنا نحط ملعقة كبيرة سكر. السكر بخليها تاخذ اللون الأشقر بالخبز. ما كترت كثير لأنه ما بدي إياها تطلع كثير حلوة. فإذا رح أرجع عيد، بيضتين ضفنا لقلون فانيل، ضفنا لقلون فينا حيالا نوع من الألكول أو نستغني عنه ونحط برش حامض، رشة ملح صغيرة أو نص ملعقة ملح صغيرة، ملعقة سكر كبيرة، ونص كوب من الزيت. هلأ بدنا نضيف لقلون كوب وثلاث أرباع من الحليب. نعم، الحليب منه سخن أبدا، بحرارة الغرفة. يعني حطينا كل السوائل لحال، بنرجع بنحط طحين. مزبوط.
وهلا حضيف لها الوافل مفروض ترفخ بعكس الكريب. الكريب عادة نحن بنعملها مسطحة ما بنحط فيها بيكنج باودر. الوافل مفروض حط بقلبها بيكنج باودر، وكمية البيكنج باودر هي كمية حرزانة، يعني تركتها للآخر بس حتى أعطيها النوسيون أنه هي بحاجة لأربع ملاعق من البيكنج باودر الصغار. أوكي؟ يعني كمية حرزانة منيح. كمية حرزانة نخلطهم. فينا نحط محل البيكنج باودر خميرة؟ لا بدي بدي يكون عم استعمل البيكنج باودر. هلا بيا هون بس حتى اكسب وقت اكثر كنا نحن مفروض نحط التفاح كرمال. هلا بدنا نطبخ مزبوط. بدنا نطبخ التفاح مع السكر على النار. حتى تفاحتين انا هون قصيتهم بورسيونات، لهول التفاحتين كوب من السكر. بدك حركهم شاف من وقت للتاني؟ ايه بدي عزبك فيها. بدي ملعقة بس هون. هي ملعقة. يلا انا حكمل شغلهم. بس النار فيها نخففها شوي؟ خففيها. ايه قوية. اكيد خففيها. بس تشوفيهم بلشوا يصيروا كراميليزي، ساعتها منضيف لقلهم القرفة. هلا اللي عنده مشكلة بالقرفة وما بيحب القرفة في ما يحط قرفة نهائيا. نقدر نكون عم نحط التفاح مع السكر كراميليزي وصوص كراميل على الوش. لازم التفاح يشرب كل السكر. مزبوط. ويدوب السكر بطل تشوفي في بقلبهم سكر. قد ايه حطينا سكر شاف ولا كم تفاحة؟ هلا قلت لك تفاحتين بدهم كباية سكر. تفاحتين كباية سكر. اوكي. بدي احط لهم هلا شقفة زبدة صغيرة حتى السكر ما يسكر معنا، حتى هيك يساعدنا انه يطلع كراميليزي وما يقسى. هلا اكيد المي اللي موجوده بقلب التفاح ما حتخليه يقسى. اوكي. شاف كان لازم نحط الزبده قبل ولا ما بيأثر؟ لا ما بيأثر. هلا هي بتدوب هي والسكر والتفاح سوا، يعني التفاح رح يكب ميته، السكر حيدوب بهدول الميات، والزبده حتخلي السكر ما يقرش معنا. هلا حضيف هون بس حتى نرجع لهون للاساس. فاذا كنا حطينا بيضتين مع اكيد فانيل ورشه ملح، ملعقه سكر كبيره، نص كوب من الزيت، وكوب وثلاث ارباع من الحليب السائل مع اربع ملاعق صغار بيكنج باودر. هلا بدي اضيف لهم كوبين من الطحين. بنضيف الطحين على مراحل نحن عم نحرك. قولي بدي اسال انا حميتها. الماشين تبع الوافل لازم تكون حاميه قبل بوقت؟ اكيد لازم تكون حاميه من قبل بوقت حتى نحطهم بقلبها. وكمان اول سكوب بتحطيها او اول لوش بتحطيها مفروض قبل ما تحطيها تكوني دهنتيها بشويه زيت او شوي او مرشها بالزبده حتى ما تلزق معنا اول وحده. هلا فيها بتعرفي بما انه حميت معنا الماشين، انا عندي شويه صوص هون على جنب من العجينه. ما بعرف اذا الكاميرا عم تقدر تاخذ العجينه كيف عم نسكبها بقلب القالب. يلا هلا ببرمها. هلا ببرم الماشين. يلا سامعين. قد ايه بدنا نحط كونتيتي بقلبها كيف تكون؟ يلا الكونتيتي تبعولتها مفروض اذا بدك تغطي كل شيء جريل او كل شيء اسود موجود، يعني العجينه بدها تغطي الحديد كله سوا. يلا رح ابرمها بس حتى لانه بتسبقنا النار فما فيي ما مدها قبل ما تكون. يلا رح ابرمها بهيدا الشكل. ما بعرف اذا الكاميرا بتقدر تاخذها. اوكي. هلا بنسكرها حتى تاخذ شكل الكارو اللي نحن بدنا اياه. شايف تقريبا نحن بكل كارو موجود حطينا لوش تفكيره واحده. مزبوط. أوكي. مزبوط تفكيره واحده صحيح. فاذا هون بعد ما ضفت الطحين كله سوا. ليش عم بشتغل بهيدي الطريقه فيها؟ لانه اذا حطيت الطحين قبل ممكن تكتل معك العجينه. هلا في حال كبتلت معنا ما في مشكله ابدا، نرجع بنصفيها بالمصفيه او بالشينوا، يعني اذا عندنا شينوا بقلب البيت اللي هي المصفيه الرفيعه كثير بنقدر نصفيها للعجينه ونشتغل فيها. في حال ما عندنا اياها بمصفيه البقدونس العاديه اللي نحن عاده بنصفي فيها فينا نكون عم نصفي العجينه. كثير منيح.
شايف كل ما بدنا نعمل وف الوحدة بدنا نرجع ننظف من وراها ترجع الحتة الثانية ولا ما بيأثر؟ لا لا ابدا ابدا أوكي. بالعكس ما هي بتصير تاخذ من بتصير تتشبع من الزيت اللي موجود أوكي. باللي قبلها فبتبطل تلزق. قد ايه بدهم وقت التفاح على النار؟ هلا التفاح بدهم شوية وقت حتى مثل ما قلت لك لأنه فيهم كمية مي للتفاحات فالمفروض أول نار شوي ايه قوية شوي بدنا المفروض ننطر حتى مية التفاح تنشف حتى السكر اللي موجود يبلش يتحول لونه. اوكي هلا الريحه تبع العجينه بدها وقت اوكي بلش يطلع البخار منها ايه لا ما ننقز ما في مشكله ابدا نحن هي لحالها بترجع بتك كانه خلصت لا ما بتك بدك انت تضلك تشيك عليها اوكي العجينه سمكتها اسمك من عجينه الكريب يعني عاده الكريب بتكون معنا ارخى من هيك اوكي فالعجينه مفروض تكون سمكتها بتشبه سماكه الجاتو لما نحضره قبل ما ندخله على الفرن ماشي الحال عندك؟ ماشي الحال هلا شكلهم بدهم وقت ايه هن بدهم وقت رح ضيف قرفة شوية قرفة هندو عم هي يتقلوا من حتى حتى يشربوا القرفة مزبوط وياخذوا نكهة القرفة مزبوط ريحة كتير طيبة هلا هون انا عندي صوص شوكولا للاشخاص اللي ما بحبوا هيدي الحشوه او ما بحبوا طعمه القرفه مع الوافل ساعتها بس بنعمل العجينه وبنحط عليها شوكولا وهلا هون في عندي كريم فريش نص كوب من الكريم فريش هون الكريمه او الكريم شانتيه يعني اذا عندنا فريش او عندنا شانتيه ما في مشكله ابدا بدنا نضيفه على التفاحات كمان هيدا الشيء بيساعدني انه يصير في عندي صوص كراميل مش يصير في عندي اذا بدك كراميل بيور كراميل اوكي وكمية القرفة اللي حطيناها نحن قد ايه كانت؟ ملعقة كبيرة قرفة اوكي مش أكتر لا لا منا بحاجة لأكتر هلا حسب نوعية القرفة أوقات في قرفة بتحطي فيها ما بتعطي النكهة مثل ما لازم فمشان هيك يفضل على طول إنه القرفة نحن ما نخليها تعتق عنا يعني أوكي. كل مرة نفتح ظرف جديد صح. ونستعمله ونرجع نفتح واحد تاني هلا هون بعدها ما أخذت لون مثل ما لازم نحن بننطر حتى تنشف العجينه وتاخذ لون مزبوط يعني بدها تصير بهذا الشكل يا حي هلا ما بفز الكاميرا حتاخذها مزبوط اوكي بالنسبه للعجينه بيا لاحظي بتحطي ايدك عليها بتحسيها قاسيه اوكي هلا لما تحطي عليها حيالنا نوع صوص او حطيت عليها كريم شانتيه خفقتيها وحطيتيها عليها او قدمتي الى جنبها فواكه او حطيت عليها مربى او رشيت عليها سكر بودره هلا لما تكوني عم تحطي شيء ما فيه سوائل حتضلها هيك شوي كريسبي بس شيء كثير طيب أوكي. ولما تحطي عليها مثلا مثل هيدي الصوص اللي نحن هلا عم نحضرها لانه فيها شويه مي كميه مي هون بلشوا يصيروا كراميل لاحظتي فيها بلشوا يصيروا كراميل شوفيهم بلشوا هيك يمخطوا بتحس التفاح استوى والتفاح استوى صحيح هلا رح ضيف لهم الكريمه والافضل يكون التفاح الابيض مش تفاح احمر ولا ما لا انا استعملت التفاح الاحمر بالعكس أوكي. لانه ما بدي طعمته تكون حامضه بدي التفاح يكون طعمته حلوه اوكي هون لما ضفت الكريمه لاحظتي صار في عندك صوص كراميل نحن حطينا كريم فريش هلا ايه أوكي. فيك تحطي فريش وفيك تحطي شانتيه اوكي شو موجود عندك ما في مشكله ابدا هلا الشانتيه في طعمتها حلوه اكيد يعني بتطلع الحلاوه تبولها شوي زياده والكريم فريش عادي بالعكس بنضل نحركهم هيك حتى يدبلوا التفاحات مزبوط ودبلوا وصار في عندي كراميل يحول اللون بين عنا ريحه كثير طيبه بالاستديوهات بيقدروا يشموها يا ريت يعني حضروها بالبيوت انتبهي ليش انا عم بعمل اشياء بالتفاح بتعرفي هلا موسم تفاح وبصير تحتاري انه عندنا كميه تفاح مش عارفين شو بدنا نعمل فيها ففينا نستفيد مش بس نعمل كيك مش بس ناكل تفاح هيك لا فينا أوكي. نحضر حلويات كمان بالتفاح بعد بدها شوي صغيره خلينا بس شيب شوكه وملقه لحتى نشوف كعبه اذا شقر اوكي بعد بدها شوي صغيره شفتي بيا هون اللون هلا لما تزيد الكميه شوي زياده بتطلع الجوره اغمق يعني مثل ما انا عملتهم اوكي كل ما كانت الكميه فايشه كل ما الجوره كانت فايشه اكثر هلا اذا نحن ما بدنا نحط بقلبها شيء كل ما كانت فايشه هيك مع السكر البودره بتطلع اطيب كريسبي اكثر صحيح يلا خلينا نحط التفاح على هول الوفل هون
شايف نحن فينا نحضر الوافل بحيلا فواكه بدنا اياها اكيد بالمانك فينا نعملها باللي بدك أوكي. لا مش على النار بفضل مش على النار لما تكوني بدك تحضري مثلا فريز بدك تحطي معها فريز ما تطبخي الفريز لا اطيب مع انك يعني تكوني عامله كريم شانتيي خفقتيها يعني الكريم اللي نحن بنحطها للجاتو حتى حدا فريز او حتى حدا موز او حتى حدا حيلا شيء ثاني بتطلع اطيب بكثير هو نعم. عاده التفاح والنجاس اللي هن اطيب شيء انهم ينطبخ اوكي بس تعال نبين على الكاميرا سوري انا زعجتك بس تاخذوا الكاميرا اوكي تعرفي شو رح خلي وحده تفاح والثانيه رح احط عليها صوص شوكولا اوكي جيل بدك شريك انه هنيك شو صار بالوقت يلا هلا منشيلهم على جات ما بعرف شو في بعد بدها فيك تشيليها بس بعد بدها شوي حتى تشقر هون تاني وحدة بالنسبة لصوص الشوكولا فيهم يكونوا محضرين صوص شوكولا بالبيت بدي ورق كلينكس من عندك مستشفى التفاح فيهم يكونوا محضرين صوص شوكولا بالبيت كيف بحضروها بيجيبوا شوكولا نوار يفضل انه يكون شوكولا نوار اوكي اوكي بحطوا يعني بار اكزامبل حطينا 100 جرام شوكولا نوار بحطوا معه 100 جرام كريمه على النار حتى يدوب الشوكولا بقلب الكريمه أوكي. فبيصير في عندي هيدا الصوص شوكولا اللي هلا انا بدي احطها على الوافل او اذا عندهم القنينه الجاهزه الخالصه ساعتها بس هيك اطيب شوفك ايها بتشهي اكثر اكيد الشوكولا هلا هون التفاح كمان ما خلصها بعد ما تبرد شوي فيك ترشي لها سكر بودره كمان بتطلع كثير طيبه فيك تحطي على وجهها كمان اللوز المبروش صحيح من بعد ما تكوني محمصتيه بقلب الفرن بياخذ طعم كثير طيبه كمان فيك ترشي عليها خلينا نشيك على الوافل بقلب الماشين تشوف اذا خلصت بركي بنعمل وحده ثانيه يلا هول خلصت ايه اكيد خليني اجيب جات فينا نحط كمان الصوص اللي بدنا اياها على الوافل شو ما بدنا نحن على ذوقنا على ذوقك اعملي يا هلا هن عاده بالماشين بيطلع لك اثنين وافل اوكي اوقات العجينه بتلزق ببعضها عادي بالسكين نقبعهم ما بعرف اذا واضحين على الكاميرا يمكن الكاميرا واضحين كثير منيح تاخذهم اكثر خلينا نعمل يلا العجينه اللي حضرناها هلا بنحضرهم خلينا نفرجيهم كيف بدنا نرجع نحطها بقلب القالب يلا تجيب لوش اكبر شوي اوكي هيك مبينه؟ واضحه جدا يلا هلا تاخذها الكاميرا تمام يلا مشي الحال هلا تحت الهواء بنحضر الباقيين اكيد اللي كنت عم اقوله انا انه مفروض العجينه تغطي كل شيء حديد بالماشين حتى تاخذ الشكل اللي نحن بدنا شوف خلينا نرجع نذكر بالعجينه للوفل فاذا بنجيب جات بنحط بقلبه بيضتين نخفقهم مع فانيل سكر بس حتى اقول الكميات لكن بيضتين بنضيف لهم ملعقه فانيل رشه ملح بنخفقهم كثير منيح فينا نحط لهم نقطه روم نقطه ويسكي او برش حامض كمان بنخفقهم كثير منيح بنضيف لهم للبيض هلا هون ليش انا بعد ما سكرتها ليش حتى تنشف شوي صغيره برجع بسكرها تما تفور برات الماشين اوكي فاذا بنضيف لهم للبيضتين مثل ما قلت ملح مع رشه فانيل فينا نقطه ويسكي نقطه روم برش حامض نرجع بنضيف لهم نص كوب من الزيت وبنخفق حتى البيض والزيت ياخذوا بعضهم نرجع بنضيف لهم كوب وثلاث ارباع من الحليب السائل كمان بنخفقهم كلهم سوا مع بعض ملعقه سكر كبيره ومن بعد ما كمان نكون خفقناهم كلهم سوا ساعتها بنضيف لهم اربع ملاعق صغار بيكنج باودر و كبيتين طحين ما بنضيف كبيتين طحين فرد مره بنضيفها اول كبايه بنخفق ثاني كبايه بنخفق لسبب انه حتى ما تكتل العجينه معنا ونضطر انه نصفيها هلا في حال كترت معكم ما في مشكله ترجعوا بتصفوها وبيمشي الحال اوكي
فاذا هيدي هي العجينه تبع الوافل. بالنسبه للحشوه اللي حضرناها تبع التفاح، حطينا تفاحتين مع كبايه سكر على النار، بنضلنا نحركهم حتى التفاح يكب ميته والسكر يصير كراميليزي، مع شقفه زبده صغيره ونص كوب من الكريمه، صار في عندنا حشوه التفاح. او فيها بكل بساطه حط صوص شوكولا عليها للوافل. اذا بدي احضر صوص شوكولا بالبيت بقدر اكون عم حط 100 جرام شوكولا اسود مر مع 100 جرام من الكريمه على النار حتى الشوكولا يذوب بقلب الكريمه، ساعتها بصير في عندي الصوص شوكولا وبقدر حطها على الوافل. او بكل بساطه نرش عليها سكر بودره من بعد ما تكون بردت حتى السكر البودره ما تشربه العجينه ويبطل مبين. كثير منيح، ميرسي لك شيف ناديين. حنرجع بركي هيك بختم هيدا الفقره نزين او نحط التفاح على شو بدك شوكولا ولا مثل ما بدك على ذوقك؟ يلا بنحط هيك وهيك. فحتى اللي بدك اياه. مشكوره شيف ناديين، نحن بنرجع بنشوفك اذا الاراد نهار الجمعه. مزبوط. ورح تحضر كمان حلو دسير؟ ما بفتكر الجمعه دسير، المفروض نعمل شيء مالح. 100%. انا كنت معوده عليك دائما الجمعه بنحضر الدسير، هالمره قلبني هون. فبنشوفك اذا الاراد، انتبهي لحالك. ثانك يو. ثانك يو. مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلاني صغير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. مشاهدينا الى لقاء اخير لليوم، بيجمعنا بالاعلامي خليل مرداس لحتى نتعرف اكثر على نشاط الجمعيه، جمعيه التحديث والتطوير، بمناسبه العياد المجيد. استاذ خليل صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين، وبدي اعتذر من هالعطل التقني اللي صار معنا، وكمان عندي كان مرض شوي صغير ما قدرت اكون لايف معكم. سلامة قلبك خليل واهلا وسهلا فيك. بدي منك تخبرني عن الموضوع اللي حتقوموا فيه او المشروع اللي حتقوموا فيه لمناسبة عيد الميلاد بتعاون مع بلدية الدكوانة والوزارات المختصة. زميلي الكريم، مثل ما بتعرف انه نحن من مؤسسين جمعية التحديث والتطوير التربوي من أكثر من سنتين. نعم. وهي الجمعية بتخضع لعلم وخبر وترخيص من وزارة الداخلية. نعم. ونحن الهدف الأول والأساسي أن نكون، ما بدي أقول عم نقوم بدور الدولة أو عم خلينا نقول نحن عم نساهم إلى جانب الدولة اللبنانية والوزارات المختصة بكلمتين اللي هن اطلقنا اسم الجمعيه منهم، التحديث. نعم. والتطوير. نعم. نعم. لاعطيك لمحه صغيره عن الجمعيه ونشاطاتها، نحن من يلي قدمنا مشروع قانون على مجلس النواب لتشريع الاونلاين بلبنان. وكان في عندنا مؤتمر بقى على مده يومين. نعم. باخر العام الدراسي بوزاره التربيه برعايه الوزير. نعم. وفي عنا أنشطة من أنشطة بنعملها على طول، ندوات ومؤتمرات للشركات. نعم. للمدارس، لكل شيء بنحسه بحاجة. صحيح. لتحديث وتطوير. نعم. اليوم نحن عم نعيش أزمة اقتصادية كتير كبيرة بالبلد. مثل ما كلنا بنعرف وليس خفية على أحد، وضع الدولار والأزمة الاقتصادية. في شيء اسمه البراندات اليوم صار بقاموس الشعب اللبناني كتير صعب ان نقدر نحصل عليه. لذلك كانت وجهة نظرنا نحن انه نقدر نوصل للشعب اللبناني. نعم. يكون عنده خيارات بالصناعات الوطنية. نعم. يعني اليوم انت بتروح على السوبر ماركت او على الشركة او على المعمل whatever تشتري هالشغل، ما بيكون في عندك خبرة بأي نوع. نعم. أي نوعية بدك تجيبها. الهدف الأساسي بيكون عند الزبون أو عند الزائر لحيالله معرض أو شركة، هو أنه يقدر يوفر. نعم. على حاله بالقيمة الشرائية. نعم. لذلك نحن لقينا أنه في كتير تعتيم على الصناعات الوطنية. نعم. ما بدنا نقول أكثر من أنه تقصير. هلأ الوقت مش وقت نحاسب المسؤولية على مين. لذلك. نعم. هذا المؤتمر رح يكون ابتداء من 5 كانون الأول بالتعاون مع بلدية الدكوانة من وجهة. نعم. تحية للرئيس شخطورة والوزارات المختصة مثل الصناعة، الزراعة، مثل. نعم. الإعلام، السياحة، مثل جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة أكيد. نعم. وجمعية الصناعيين ما بدنا ننساها. نعم. هذا المعرض رح يكون على مساحة 1000 متر مربع
بصالة الفندقية بمعهد الدكواني. نعم. رح نكون نحن عفوا صح. عم نتواصل مع جميع الشركات والمؤسسات. نعم. أكيد أكيد الشركات يلي عندها صناعة وطنية. هلا كمان احنا بنعرف كمان انه ما في عنا صناعة وطنية 100%، اكيد في المواد الاولية مستوردة، على امل انه يصير في عنا حتى المواد الاولية تبطل مستوردة. يعني على سبيل المثال ولا الحصر بعطيك مثل على المبيد، المبيد هو صناعة وطنية، العنب وطني وبينعصر وبينعمل بلبنان، ولكن عندك السدة، عندك الاتيكات، عندك الإزاز، هاو منه صناعة وطنية. نعم. احنا ما عندنا، ما بنملك بلبنان صناعة يلي بتصنع الإزاز. نعم نعم، مثل ما ذكرت في بعض المواد الأولية اللي بيتم يعني استيرادها لحتى فعلا نقدر نوصل لإنهاء هذه الصناعة وتقديمها بأفضل جودة ممكنة إلى المجتمع اللبناني، إلى السوق اللبناني، صح. السوق العربي والسوق العالمي أيضا. صح. لكن المؤتمر هو نوع من التواصل ما بين، رح يكون في عنا خطوات لاحقة. نعم. بعد هذا المؤتمر مثل ما بنعرف نحن بخصوص الجمرك يلي عم ينحكى فيه انه رح يصير على ريت اكيد اعلى من 1005. نعم. كمان نحن رح نجرب نشوف مع الوزارات المختصة بالمواد الاولية اذا فينا نعمل شيء مثل مشروع قانون. نعم. بمجلس النواب. نعم. او شيء رح نبرم على الكتل النيابية من دون استثناء لنشوف اذا فينا نعمل هذا الشيء. نعم. كمان بالألبسي عم نشتغل على انه نوصل عناوين وارقام هواتف الشركات يلي المصانع يلي بتصنع صناعه وطنيه، لانه كمان اليوم في عندنا تلاميذ بدها تروح على المدارس بحاجه. نعم. لثياب، بحاجه لاشياء كثيره، هيدا الهدف الاول والاساسي. نعم. نعم. انا بدي عفوا على دقيقه الصوت. نعم يعني خليل دائما باطار محاوله تحديث وتطوير اي نقطه بتدخلوا فيها، اي مشروع بتدخلوا فيه. طبعا هذا المؤتمر مثل ما ذكرنا رح يكون بخمسة كانون الاول بالصاله الفندقيه بمعهد الدكواني، ورح يكون محاوله للتواصل ما بين الاسواق وما بين الصناعيين بنفس الوقت. انا بدي اشكرك على هيدي. ونحن في عندنا نقطه اخيره اذا فينا نضوي عليها كمان، رح يكون في ندوات بقلب المعرض خلال. نعم. الشهر، خلال شهر نوال. رح يحكي فيه عن سوق العمل، عن. نعم. احتياجات سوق العمل. نعم. وبدي أذكر المشاهدين كمان رقم التليفون 03-266-33 03-284-7996. نعم. لأي حدا عنده صناعة وطنية وحابب يشارك بهذا المعرض نحن جاهزين. موجودين وجاهزين لنتعاون. نعم. نحن. نعم. أي حد. نعم. شكرا لك الإعلامي خليل مرداس وسلامتك من جديد، إن شاء الله المرة الجاية بنشوفك معنا باستديوهاتنا. هلا وسهلا فيك دايما الزميل الإعلامي خليل مرداس. مشاهدينا لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بقيت نهار ممتع بنتمنى لكم برفقة برامجنا بتلفزيون لبنان. بكرة بتمام الساعة 9 إطلال جديدة، من هلا لوقتها أطيب التمنيات.